عام ان التحكيم كده لسه قدامنا فيه كلام كتير جدا هيبقى خلال الفتره القادمه، لانه الحقيقه امبارح كان اليوم جيد جدا في التحكيم يا كريم. طبعا اكيد ربما ضغط يعني فرق الماتشات ما بين ماتش نادي الزمالك طبعا حامل اللقب واول مباراه في الدوري له، مش عارف بصراحه الكره كانت سهله جدا، حكم الساحه يشوفها، حكم الفار يرجع لها. احنا قلنا مفيش اي مشكله عند حكم الفار وحكم الساحه انه يعيدوا اللقطه اربع او خمس مرات على السكرين، ازمه عندك شوفها مره واثنين وثلاثه. بس فعلا الكره يعني من فضحتها هي اللي عامله الجو، طبعا احنا على السوشيال ميديا الجو طبعا ملتهب جدا، كوره في اول ماتش في الدوري تيجي كوره بالمنظر ده، بالتالي هيخليك انت في الماتشات بتاعت النادي الاهلي تطلب ان مبقاش يبقى حقك تاخده وان مفيش حاجه تتحسب عليك غلط. هنخش برضو في جدل كتير، ولكن الامانه الكوره كانت سهله قوي. بس عامه خلاص يعني، وداني تاني كلامنا ده ملوش اي علاقه بفوز نادي الزمالك، مبروك بالظبط. يعني ما بتكلمش فني، انا ما بتكلمش فني خالص، بس بقول في خطأ على التحكيم بشكل عام، في خطا فادح بصراحه. كمان بصراحه اوباما واضح قوي السيميوليشن اصلا في الكوره. لا يعني مباراه الاتحاد وسموحه امبارح 4-4 كانت مباراه قويه جدا، بس برضو كان فيها خطا تحكيمي، خطا تحكيمي يعني ضربه الجزاء يعني عامة خلاص. بس احنا طبعا زي محمد قال طبيعي ان كل الناس هتركز، وده احنا قلناه، والناس هتعد الاخطاء، والنهارده اول خطا، واعتقد ده خطا مفيش اتنين ممكن يختلفوا عليه. نيجي بقى الماتش